تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات والاتجار الغير شرعي بالمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة بالإطاحة بشخصين مسبوقين قضائيا، وهذا في عمليتين متفرقتين. العملية الأولى مكنت من الإطاحة بأحد الأشخاص من أخطر المجرمين على مستوى إقليم ولاية ورقلة، وهو محل 4 أوامر بالقبض، وهذا بعد مداهمة مسكنه وتوقيفه. كما تم حجز سلاح ناري من نوع بندقية مضخية كانت محشوة ب4 خراطيش حية ذات 12 مليمتر. العملية الثانية، وعلى إثر معلومات مؤكدة واردة للفرقة مفادها تواجد كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مشروبات كحولية وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تمكنت الفرقة من توقيف شخص مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين والمعروفة في أوساط الشباب بساروخ، قدر عددها الإجمالي ب1378 كبسولة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 822,000 دينار جزائري، بالإضافة إلى كمية معتبرة من مشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع، قدر عددها الإجمالي ب560 وحدة.